اشوف وعيد الحب يقهر وماني مصدقة. يا هلا ومرحبا، معاكم حليمة الباكستانية من باكستان. طبعا اليوم الفلوق مرة حيكون ممتع وانا متأكدة. طبعا صحيت الساعة 11 الصبح وطلعت على اساس اروح الاوفيس، تمام، وهذا في اسلام اباد. رحت بالمترو، المترو ارخص شيء عندنا، يعني ودي ويجيب ب 40 روبية، فأرخص شيء عندنا. المهم رحت الأوفيس، طلعت من الأوفيس، بعدها رحت على سنتورس مول على أساس أروح هناك أتغدى مع صحباتي اللي كانوا معاي من الأوفيس، وبعدها راح أقابل صحبتي اللي جات من مواليد جات من السعودية. طبعا هي مواليد السعودية وحبيت يعني أتعرف عليها ونتقابل، فأول مرة كنت بروح بقابلها اليوم يعني، فراح أقابلها معاكم وراح أصورها بعد لكم. طبعا الأجواء كانت عادية، أهم شيء إنه أجواء عندنا حاليا برد، فالشمس يبان يعني يجي مرة حلو أيام البرد، تعرفون أنتوا عاد. وبس والله هذا هو المول، هذا اسم المول سنتورس مول. مرة المول هذا يعجبنا كلنا طبعا. وبس والله خشيت المول وهنا صدمة، شوفوا عيد الحب يقهر وماني مصدقة، ما احب ذي الحركات. شوف القرف، استغفر الله، شو القرف ذا، واع. بسم الله رامسة. طبعا رايحين فوق عشان ناكل، جيت مع بنات الأوفيس أساس أقابل صحبتي كمان معاهم. بس والله متحمسة، I think قدرتها UBL هنا يعني. وطبعا أول ما دخلنا المول رحنا الدور الأخير على أساس ناكل، جيت هنا طلع لي شوية فلوس على أساس إنه أقدر أخذ لي أكل. شوفوا هذا عشان ولنتاين داي، شوفوا شوفوا شوفوا، بسم الله. شفنا شفنا شو اسمه بنته ولا جالسين، أكيد زوج وزوجها، لا بس جالسين قاعدين يبوسوا بعض. It's over. أحس مرة over، ليش يباسوا بعض قدامنا يعني؟ إحنا ليش ما بنشوف؟ صح ولا غلط؟ أنا ما دخل. رايحين ناكل، مرة جعانة. سويت أوردر من هنا من كايتو، لأنه فيه ستيك مرة حلو طعم ستيكهم، فسويت أوردر من هنا، ودحين حيجي الأوردر بعد شوية. بس والله أجواء حلوة صراحة، قاعد أنتظر الأكل بكل لهفة وشوق لأني مرة جعانة. والله تخيلوا صحيت الصبح ما أكلت ولا فطرت ولا تغديت ولا تعشيت في الليل، تخيلوا. صحيت على طول جيت هنا على أساس إنه لا أتأخر على الميتينج، فجيت الحين الساعة كم؟ الساعة 2 أو 3، الساعة 3 أتوقع أو 4، بيصير 4، فجاي أكل الحين. بس والله يا أخي طبعا طلبت لي ستيك مع رز، قلت لهم ابغى رز اكسترا بيكوز مره كنت جعانه، ماني كنت مفاطره ولا شيء، فطلبت رز اكسترا. بس انا ما يعجبني الفرايز، هذا الفرايز اللي شايفينه، انا دائما اطلب ماش بتاتو، بس انه ما كان عندهم ماش بتاتو، فقلت لهم عادي تجيب الفرايز. باي ذا واي انا يعني مره احب هذا، احب كل الستيك، الستيك انا اعشق الستيك، اي مكان اروح اكل ستيك ترى صرت. باي ذا واي ايش كنت بقول، طبعا هذا سعره كان ب 1000 وعليه شوي، يمكن 1200 1300 او 1600 كمان، ما ادري والله ما ادري، بس انه مره لذيذ صراحه، ما يتعدى ال 2000 صراحه الستيك. وبس والله هذا هو المحل اللي اشتريت منه، كلكم ذوقوا من هذا المطعم، الصراحة أكلهم كله لذيذ، مرة لذيذ صراحة. وطبعا نزلنا تحت البنات راحوا تصوروا شوية في ذاك هذه الأماكن، يعني أنا ما تصورت ولا صورة ولا حابة، يعني أحس قرف صراحة، ومع ذلك حرام
وأحس مرة أوفر صراحة الناس. يعني هو يعني العيد ميلاد، يعني أنا عيد ميلادي اللي أسويه هو حرام، فما بالكم عيد ميلاد شيء حرام؟ يعني عيد ميلاد الحب الحرام، حرام والله دبل حرام. طبعا هنا في ناس كانوا كبار يعني حضروا في هذا المكان، كانوا سمر فأنا صورتهم، وهنا كنت قاعد انتظر صاحبتي اللي جات من السعودية، وها هي صاحبتي، واي مرة مرة تحمس صراحة قابلتها. شربنا بلاك كوفي، أنا شربت بلاك كوفي، هي أخذت لها كوفي، وجات صاحبتها كمان معاها، ورحنا سينابو، جلسنا كذا ساعتين ثلاثة تكلمنا. يا أخي والله أول مقابلة كأنه أنا أعرفها من سنين طويلة طبعا. فبعدها فكرنا ليش ما نروح نحلي دبل. طبعا رحنا أكلنا باسك من باسكن روبينز آيس كريم، كلكم تعرفون باسكن روبينز آيس كريم، هم مرة لذيذ. فطلبت الآيس كريم، حتى هي طلبت، وكلنا أكلنا آيس كريم. صراحة كان يوم مرة ممتع، فمرة استانسنا جد جد، يعني مرة استانسنا. أنا كأني حسيت أني أنا قابلت أختي والله العظيم، مرة استانست معاه. طبعا اشترينا أنا العطور أنا وهي. يا زينة قلبي والله مرة متحمسة أن اليوم شفتك، من جد أحلى يوم في حياتي مرة، زي ما أشوف كل صحباتي أول مرة نفس الشو ترى. الله يسعدك. انا حاسه اني في الوطن اليوم. يا عمري حياتي انتي، والله مره متحمسين صراحه، اليوم مره كان حلو، مره يجنن صراحه، مره شكرا انك جيتي بحياتي. والله انتي اللي يا عمري حياتي انتي، الله يسعدك. نتصور انا وياها كلنا، فانا قاعده اتصور معاهم، قلت فضيحة الطوال ولا القصار ماني عارفة، لأني أنا أوفر طويلة، وهذولي نورمال، شوف والله جسمه مرة تمام، أنا أوفر طويلة فضيحتي أنا. مرة ما جاء صورة حلوة. جايين هنا في البوننزا، اشترينا لنا هذه الأشياء برفيومز وبس. والله طبعا صحبتي بالذوق، هذا أول مرة العصير اللي أنا دائما أشربه بدو. لو كان بارد كان حيجي أحلى صح؟ قلت لك مرة جيد، بس هيت وبرد، بس يمكن المشكلة الوحيدة إنه مو مرة بارد. أيوة البارد يموت يموت يموت، هذا حلو والله حلو. أيوة. صراحة يعني اشربيه في أيام الحر، لما تكوني راجعة في الحر كذا تحسي مرة شيء جنان صراحة. صراحة حلو والله حلو. شكرا يلا يمشي. شكله غريب شوية. يلا ناهين المترو على أساس نجلس ونرجع بيوتنا. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا لايك وسبسكرايب والكومنت. أحبكم، باي باي.